سنين كتيرة قوي حذرتها، كنت خايفة من اليوم اللي هيجي تأذي فيه نفسها. أيوة بقى يا كارما يا عسل، هو ده الشغل الجامد. أحكي لك عن الوجع اللي كنت عايش، ولا أروح لأصحاب البيت ده وأقول لهم إنك نصابة محترفة؟ لو الحياة دي كان فيها عدل كانش ولا طفل اتربى بعيد عن حضن أمه وأبوه. حضن عمر وكلامه عن العيلة لعب على الجرح اللي جوايا. عملية نصب كبيرة زي دي وراها مجموعة محترفة جدا. العب قوي. تجيبي كل المعلومات اللي مطلوبة منك عن الراجل بتاع الأجنس، وبعدها القضية تبدأ من عندك يا يوسف. اظبط يا سيد. ده كان اتفقنا من يوم ما اتجوزنا، المصالح ما تزعلش. اوعى تكون كارما راحت عند محمد مراد. عندي تسجيلات بالصوت والصورة عن عملية كركوك. دي نتيجة الـ DNA. بحب اختار عدائي كويس. احنا كلنا مربوطين في بعض. انت اغبى انسان شفته في حياتي، ولازم نفك عشان ما نقعش واحد ورا التاني. هاي كارما، انا خلاص بدأت ومش هرجع غير لما اوصل للي انا عايزاه.